هجوم شرس شنه الإعلام العراقي سفيان السمرائي على النظام العسكري الجزائري بعدما فضح نفاقهم وزيف شعاراتهم ومتاجرتهم بالقضية الفلسطينية. وجاء هجوم سفيان السمرائي على كابرانات العسكر بعد تسخيرهم نجل نيلسون مانديلا لإطلاق تصريحات معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية خلال افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين ليلة أمس الجمعة 13 يناير بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالعاصمة الجزائر. ونشر الإعلام العراقي تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر جاء فيها: ابن مانديلا صديق إسرائيل في الجزائر التي تدعي أنها قاطعت المغرب بسبب علاقتها بإسرائيل، يحرض الحشود وهم يرددون شعارات ضد البلد الجار المسلم ويرفعون أعلام فلسطين لغزو المغرب. وأضاف الإعلام العراقي سفيان السمرائي: طيب لو كنتم تحبون القضية لأطلقتم اسم فلسطين على الملعب بدلا من مانديلا صديق إسرائيل. كما نشر الصحفي والسياسي سفيان السمرائي مجموعة من التغريدات على ذات المنصة والتي فضح من خلالها نفاق النظام العسكري الجزائري ومتاجرتهم بالقضية الفلسطينية. نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين أمس الجمعة بالجزائر بعد الخرق الصافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي. كما نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بالعبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالميا من قبل الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح. وفي هذا الشأن أعلنت الجامعة الملكية أنها راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة البعيدة عن مبادئ وأخلاق كرة القدم. استغل النظام الجزائري افتتاح بطولة كأس إفريقيا للمحليين مساء يومه الجمعة 13 يناير الجاري لاستضافة مسؤول سياسي جنوب إفريقي معروف بعدائه للوحدة الترابية للمملكة المغربية وهو زوليفوليل مانديلا وإعطائه الكلمة لمهاجمة المغرب. وخرجت الشان عن سياقها الرياضي حتى قبل ضربة البداية بعد أن دعا حفيد مانديلا إلى محاربة المغرب والقتال ضدها في حضور 40,000 متفرج مستخدما عبارات تحمل في طياتها الفكر الإرهابي للجبهة الانفصالية ولداعمها نظام العسكر. شارك الدول المغربي سفيان أمرابط كأساسي رفقة فريقه فيرونتينا ضد عبد الحميد الصابري الأساسي رفقة فريقه سامبوديا ضمن منافسات كأس إيطاليا. وشارك الثنائي المغربي سفيان أمرابط وعبد الحميد الصابري في 77 دقيقة خلال المباراة التي فازت بها فيرونتينا بهدف نظيف على حساب سامبوديا لتتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الخميس 12 يناير الجاري. وفي صورة لقيت انتشارا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر الدولي المغربي عبد الحميد الصابري وهو يساعد مواطنه سفيان أمرابط على النهوض خلال مباراة سامبوديا ضد فيرونتينا.
ونشر الصابري عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مجموعة من الصور، من بينها الصورة التي جمعته بسفيان أمرابط، وعلق عليها بالقول: سعيد بالعودة إلى هناك، ومن الجميل رؤية أخي سفيان أمرابط. وبدوره سفيان أمرابط نشر نفس الصورة إلى جانب مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص على ذات المنصة، وعلق عليها بالقول: الجولة التالية، من الجيد رؤيتك أخي عبد الحميد صابري. عبر الدولي المغربي أشرف حكيمي عن سعادته بعد الاحتفال الذي خصص على شرفه في مدينة القصر الكبير يوم أمس الثلاثاء 10 يناير الجاري. وتقاسم أشرف حكيمي مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مجموعة من الصور من حفل الاستقبال، وأرفقهم بتدوينة جاء فيها: كان لي شرف افتتاح ملعب كرة قدم يحمل اسمي في مدينة القصر الكبير يوم أمس. وأضاف أشرف حكيمي: أشكر سلطات وساكنة المدينة على مساندتهم وحبهم لي. وختم أشرف حكيمي تعليقه قائلاً: إنه لفخر كبير أن أعود لهذه المدينة التي لها مكانة خاصة في قلبي، وأكون بينكم وبين أهلي وأحبابي. شكراً لكم من القلب. احتفل الكوميدي المغربي زهير زائر والفنانة غيتا الجزولي بزفافهما ليلة الثلاثاء 10 يناير الجاري بإحدى قاعات الأعراس نواحي مدينة الدار البيضاء. وتقاسم عدد من نجوم الفن ومشاهير المغرب صورا وفيديوهات من حفل زفاف زهير وغيتا عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. كما حرصت العروس غيتا الجزولي على مشاركة فرحتها مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت هي الأخرى مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل الزفاف. وشهد الحفل الأسطوري حضور عائلات العروسين وأصدقائهما المقربين، وكذا العديد من المشاهير ونجوم الفن، أبرزهم سعد سولي، زبير هلال، أسامة رمزي، عبد الله الداودي، ابتسام العروسي، غيتا بن حيون، ندى الداوي وآخرون. وحرص عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي وكذا المشاهير على تقديم التهاني والتبريكات للعروسين.